كان. هل سمعت بهذه المقولة؟ المذنب على راسه ريشة. واليوم راح أتكلم عن موضوع اللي بذكر يمكن بالذنب، موضوع الجمر. فالسؤال، ما هي قصة الجمر؟ راح أتكلم عن ثلاث شخصيات مروا في تجارب واختبارات متنوعة، وأحيانا بيكون الذنب على رأس الشخص بسبب ارتكابه للخطية، وأحيانا يفرض عليه الذنب بحسب أقوال الناس وبحسب تقاليد الناس. والشخصيات الثلاثة اللي راح أتكلم عنهم، الشخصية الأولى شخصية بطرس. بطرس كان واحد من تلاميذ المسيح المميزين، والرب يسوع وعده بوعود جميلة جدا، قال له: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، أعطيك مفاتيح الملكوت. لكن في أحد الأيام عندما ذهب المسيح ليحاكم أمام مجمع السنهدرين، أمام حنان وقيافة أيضا، بطرس كان موجود في الدار الخارجية في الساحة من برا، ومكتوب بحسب إنجيل يوحنا إصحاح 18 والآية 18: أضرموا جمرا لأنه كان بردا. مسبقا قال المسيح أنه رح يتركوه، فقال بطرس ليسوع: إن شك فيك الجميع أنا لا أشك، وأنا معاك للموت. والرب يسوع تنبأ على بطرس وقال: الحق أقول لك، قبل أن يصيح الديك مرتين رح تنكرني ثلاث مرات. وفعلا بطرس هو بيتدفى على النار على الجمر، أنكر المسيح ولكنه شعر بذنبه وخرج برا وكان بيبكي بكاء مر. لكن بعد القيامة أحبائي، بعد القيامة ظهر يسوع المسيح للتلاميذ على بحيرة طبرية في يوحنا الإصحاح 21، وفي هاي القصة الرب صنع معجزة صيد سمك عجيب. ولما طلعوا من الشط وماسكين السمك الكتير، مكتوب: فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا، أها على راسه ريشة. فالجمر بذكر بطرس في ذنبه وفي خطيته. بطرس أنكر يسوع المسيح عند النار، ولكن أول ما خرج شاف الجمر والنار أكيد اتذكر يعني شيء معين، المذنب على راسه ريشة. لكن لم يكن هذا في حال المسيح، فالمسيح سأله سؤال: يا سمعان بن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أجاب بطرس وقال له: يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال له: ارعى خرافي. فالمسيح طبعا الجمر يمكن ذكره بسقطته وبذنبه، بس المسيح أحبائي رفع هذا الشيء، سامحه، ردله اعتباره، وردله كرامته. وهذا الحال بكتير معنا، حتى من كون مؤمنين ومنرتكب ذنب معين، ولما نمر في مكان معين في شيء بذكرنا يمكن بالخطية اللي ارتكبناها، المذنب على راسه ريشي. أما الشخصية الثانية اللي عاوز أتكلم عنها، شخصية بولس. بولس الرسول كمان شخصية مميزة، يعتبر واحد من أعظم العمالقة في العهد الجديد، والله استخدمه أن يوصل البشارة إلى كل العالم. بولس أحبائي طبعا ظلما حكم في منطقة قيصرية، وكان في السجن لمدة سنتين، وأخيرا رفع دعوة لقيصر وسافر عن طريق البحر، يعني البحر الأبيض المتوسط، حتى يروح لروما. وكانت رحلة طويلة شاقة، إذا بتقرأها في أعمال 27 و28 بتشوف يعني كم من المحطات وكم من الأمور اللي واجهها بولس الرسول. أخيرا وصلوا لجزيرة تدعى جزيرة مالطا، ارتطمت وتحطمت السفينة هناك، لكن كل الناس اللي كانوا معاه بالسفينة
نجيو. فمكتوب عن بولس فجمع قضبان، يعني جمع حطب، بكلمات أخرى حتى يولع النار بتكون جمر نار حتى يتدفى بسبب المطر وبسبب البرودة. لكن يا للحظ السيء، مكتوب فخرجت أفعى ونشبت في يده. أها، فالناس اللي عايشين في الجزيرة، هذا مذنب وفي على راسه ريشة، فقالوا هذه العبارة: لم يدعه العدل يحيى لو نجا من البحر. لكن بولس شو عمل؟ نفض الوحش، الظاهر كانت أفعى كبيرة، فنفض الوحش إلى النار ولم يتضرر بشيء. فالناس عم تتفرج عليه لحظة، اثنين، دقيقة، دقيقتين، لازم يسقط ميت. فالعدالة لم تتركه، نجي من البحر لكن لدغته الأفعى في البر. بعد شوي شافوا انه بولس على قيد الحياة، فتغيرت كل الآية وتغيروا وقالوا هو إله. من لحظات كان يقولوا العدل، هارب من العدل، في مذنب على راسه ريش مبينة واضحة، وبعد شوي عملوا إله يستحق السجود. لكن بولس استخدم هذا، طبعا هذه الوضعية، حتى ينشر رسالة الرب يسوع المسيح في جزيرة بطمس. أحبائي، الشخصية الثالثة شخصية إشعياء. إشعياء كمان شخصية مميزة، يعتبر أو ما يسمى النبي الإنجيلي، أكثر نبي اتنبأ نبوات، نبوات لا حصر لها، عن ملوك وممالك وشعوب وأمم، ولكن أهم في الموضوع اتنبأ عن يسوع المسيح من الولادة العذراوية إلى المجيء الثاني، إلى العصر المجيد، إلى السماء الجديدة والأرض الجديدة، فيسمى النبي الإنجيلي، فيعتبر شخص فصيح بالكلام وخطيب بالكلام، يعني وله شهرة واسعة، ولسيما كان يعيش في أورشليم ويعيش أيضا مع الملوك ومع القصور. في يوم من الأيام، في أزمة حدثت في حياته، الملك عزية مات، وطبعا يعني إذا مات فمصدر رزقه يمكن كتير أمور رح يخسرها إشعياء. وبينما هو ذاهب إلى الهيكل، هناك رح يصلي في الهيكل، شاف طبعا السيد الرب، شاف رؤيا الرب، شاف مجد الرب كما يقول بالعهد الجديد في يوحنا 12. وعندما رأى مجد الرب صرخ: ويل لي، إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين. فإذا أها، المذنب على راسه ريشة، رغم بره وتقواه ومعرفته بالكلمة وخطابته وكل هذه الأمور، اعتبر نفسه مذنب أمام هذا الاختبار. وبالحقيقة كل إنسان بيكون في محضر الله لابد أن يختبر نجاسته وحقارته أمام قداسة الله. فمكتوب أحبائي أنه طار واحد من السرافين، واحد من الملائكة اللي بالرتب العالي، من الملائكة الكبار، وكان بيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح، مكتوب ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. فإذا من ناحية في محضر الله، المذنب على راسه ريشة، ما بيقدر ينجو ولا أي إنسان، لأنه أمام محضر الله الإنسان بشوف نجاسته، بشوف حقارته. وبعد هاي الرؤية تغير كل شيء في حياة إشعياء، تغيرت رسالته، تغيرت إرساليته، تغير أسلوب كلامه، أسلوب الخطبة، تغيرت حياته بالكامل أمام هذا الاختبار العظيم. في النهاية أحبائي، خليني أقرأ بعض الآيات من
رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 12، ورح ابتدي من آية 17. لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. وإن فعلت هذا، مكتوب تجمع جمر نار على رأسه. أحبائي، إن طريق الغفران يحررنا من روح الغضب والانتقام والعنف والكراهية. عدم التسامح هو بمثابة الجمر الذي يحرقك. لكن عندما تتبع طريق الرب يسوع المسيح وطبيعة الرب يسوع المسيح وأسلوب الرب يسوع المسيح، عندها نفس الجمر سيحرق الشخص الذي يحاول أن يؤذيه. بكلمات أخرى، إن قوة الغفران والمحبة والمسامحة هي أقوى سلاح. بطرس الرسول اختبر غفران المسيح عند الجمر وعند النار. بولس الرسول اختبر قدرة المسيح عند الجمر وعند النار. وإشعياء اختبر رؤية المسيح ومجد المسيح وعظمة المسيح عند الجمر وعند النار. إن هذه النار أحيانا تكون النار الممحصة التي تحرق فينا كل زغل وكل شوائب. وهذه النار عندما نمتلئ من الروح القدس فنصبح حارين في الروح، نار مشتعلة، نستطيع أن نشهد وأن نتكلم عن يسوع المسيح في كل مكان. فأي نوعية من الناس أنت؟ إذا في جمرة أو في ريشة على راسك اليوم، شو رأيك تفضها من الأساس بغض النظر شو خلفيتك، شو خطيتك، شو ماضيك؟ تعال المسيح بيقبلك مثل ما أنت، وبحولك إلى إنسان بتحمل طبيعة المسيح وشريك للمسيح، إنك فعلا تعكس صورة المسيح في حياتك. إن حبيت هذا التأمل شاركنا، لكن برضو كمان كون أداة ورسالة للآخرين، إنك تشارك هذه الرسالة مع الآخرين. الرب يباركك.